ابن القيم رحمه الله يقول: كما في مدارج السالكين، كما أن العبد يوكل الله، العبد يوكل الله، يعتمد على الله، يفوض أمره إلى الله عز وجل أن يحفظ دينه وأن يحفظ دنياه وأن يحقق له مبتغاه، فالعبد يوكل الله. أيضا يقول: الرب يوكل العبد، الله يوكل العبد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل يوكل العبد فيما أمره به من الشرع أن يحفظه وأن يتعاهده. ولذا الدليل على هذا قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا، قال: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكل بها كما قال بعض العلماء 18 من الأنبياء المذكورين، وقيل الأنصار، فإن يكفر بها قيل قريش. لكن معنى هذه الآية على وجه العموم والإجمال، ويدخل فيها قول من يقول بأقوال تدخل في هذا القول العام: فإن يكفر بها هؤلاء، أي قريش ومن جاء بعدهم من أهل الأرض، من يكفر بهذه الرسالة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء قريش ومن جاء بعدها ممن سار على طريقتها، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال ابن القيم: هم أهل الإيمان والعلم الذين يذودون عن شرع الله عز وجل. قلت: وذلك إلى قيام الساعة. وهنا لفتة، وهي توكيل الله للعبد بأن يحفظ العبد دين الله الذي أمره جل وعلا به. قال ابن القيم: لو قيل هل يصح أن يقول العبد أنا وكيل الله؟ فيقول رحمه الله: لا يصح. لما؟ لأن الوكيل ينوب عن الموكل، والله عز وجل لا ينوب عنه أحد ولا يخلفه أحد، إنما الله جل وعلا هو الخليفة لك. ولذلك في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، ماذا؟ والخليفة في الأهل. مع أنه قال لا يمتنع أن يطلق عليه باعتبار أنه أمر بحفظ حدود الله وشرع الله عز وجل.